أستاذ ناصر، الفرق بين المنغم والملحن؟ آه. توضيح بس بسيط، علما أن كلمة منغم أنت اللي أطلقتها. فسر لي. كثير يجيبوا أي كلام حتى يلحنوا جريدة عادي، لكن الملحن يعيش مدة طويلة مع الكلمة. فعلا. حتى كلمة واحدة يبدأ يقعد مدة طويلة عشان يحتاج لها، يجيب لها لحن مناسب لها. كتير يعني باختصار، الملحن الكبير محمد الموجي اللي تعلمنا منه في قراءة الفنجان، جلست والخوف بعينيها تتأمل فنجان المقلوب. وصف للحدث. المنغم ممكن يعملها، جلست والخوف بعينيها تتأمل، جلست رتتا، هتحسي انه جلست، هي ما جلستش، رقصت او ركضت. فعلا. يعني الفرق بين المنغم والملحن، الملحن هو اللي يترجم في الكلمات، يصيغ الكلمة للحن بالضبط، بحيث تكون الأغنية متكاملة كلاما ولحنا وتعيش. حتى أنا عندي أغنية لي، مشينا 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 وطر، في جملة حتى أحبابنا اللي بعيد، لما تصيغ الكلمة لحنا تعيش مدة طويلة. والحمد لله شريط الغربة عايش لحد الآن، وكل الأغاني اللي عملوها الملحنين الكبار عاشت. نور العين الحمد لله عاشت وحتعيش بإذن الله، وسميت لحن القرن من النقاد المصريين والعرب. يعني حبيبي، نور العين عالميا وليس عربيا. الحمد لله.